أي مسار ستسلكه محادثات السويد بين المتحاربين اليمنيين بعد إجراءات بناء الثقة بين الحوثيين وقوات التحالف العربي؟ هل يمتلك المجتمع الدولي الإرادة الكافية للضغط على اليمنيين لإنهاء الصراع الدامي؟ ما دلالة إعلان طهران دعمها لمحادثات السويد؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان: هل تنهي محادثات السويد آلام اليمن؟